واجبك من قعدت على الكرسي في هذه الإدارة تخدم كل العراقيين، تخدم كل العراقيين، لا تميز بين الموظفين، هذا شنو خلفيته، هذا جهة، هذا توجهاته، أنت واجبك تخدم كل العراقيين، مو واجبك تخدم جهة أو فئة أو مذهب أو دين أو منطقة. كل التحديات من القاعدة والإرهاب الأعمى والاضطرابات السياسية وانتهاء بالمنازلة مع داعش، قدمنا خيرة شبابنا شهداء وجرحى، بنشوف احنا في كل المحافظات من الجول فقط الصور واليافطات وشارع الشهيد الفلاني وبناية هذا تضحيات الشعب. قدم أبناء بعد شي قدم أكثر من هذا؟ احنا هسه المطلوب من أبناء يعني ننزل للميدان وكأنما نازلين معركة، هذا أبسط شيء نقدمه. هذا